الرفحويون، الاسم الجدلي الأبرز في العراق، المجموعة التي سحقت من قبل النظام البعثي فرحلت إلى خارج الحدود أعقاب الانتفاضة الشعبانية عام 1991، ويلقبون أنفسهم بمجاهدي الانتفاضة، ومن المخيمات المحمية إلى دول العالم حتى إغلاق المخيم بالكامل منتصف التسعينات ليعودوا إلى العراق بامتيازات رفحة ضمن ما يعرف بقانون السجناء السياسيين، حتى وصول الكاظمي الذي حيد تلك الامتيازات بمنطق العدالة، وهم وصفوه بالبعثي بمنطق القذف غير الواقعي، حتى جسدوا قنبلة أخرى للأزمات المتفاقمة أمام طريق الحكومة. وقفات رفحوية في وسط العراق وجنوبه منددة بقرار إيقاف المستحقات الذي تضمن إيقاف مبدأ الجمع بين راتبين حكوميين، وتخصيص راتباً واحداً للأسرة الرفحوية لا يتعدى المليون دينار، بدلاً من إغداق جميع أفراد الأسرة بالرواتب من غير أن يعرق جبين كل فرد منهم لتقديم خدمات وطنية مقابل تلك الأموال. يقول الرفحويون إن إجراءات قطع رواتبهم غير قانونية، مما دفعهم للتظاهر بالمطالبة بحقوقهم، وأن ما يؤخذ على الحكومة أنها عطلت رواتبهم المنصوص عليها بقانون، إذ لا يحق لها ذلك إلا بتعديل أو إلغاء القانون من مجلس النواب. غير أن رأي الخبراء القانونيين أشار إلى أن الدستور العراقي المقر عام 2005 أقر بصرف تعويضات للسجناء السياسيين ومحتجزي رفحاء، وليس بدفع رواتب تقاعدية لهم مدى الحياة، وأن قانون السجناء السياسيين يعد مخالفة للعديد من القوانين الأخرى، وخاصة قانون التقاعد الذي ينص على صرف الراتب التقاعدي لكل من خدم في وظيفة حكومية في الدولة العراقية لمدة معينة. حقوقيون آخرون أكدوا أن الأمم المتحدة عرفت الرفحويين بأنهم لاجئون وليسوا محتجزين، وبالتالي فالقانون يناقض تعريف الأمم المتحدة لهم، مؤكدين أن قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صحيح من ناحية إيقاف الرواتب المزدوجة لذوي رفحاء ومن يقطنون خارج العراق وهم الأغلبية. حديث عن تراجع عن رواتب رفحة أو مزدوجين رواتب من رفحة، لا، ماكو تراجع أبد.